هاي، اليوم حخبركن عن مخاوف كل برج. رح بلش مع الحوت. الحوت أكتر شي بخاف منه هو عقله وخياله الواسع. أوقات بخاف إنه يحلم بشي ما يتحقق، كأنه كسرت له قلبه. التاني الجدي. الجدي بيعمل كل شي كالمار اللي يأمن مستقبله. أكتر مخاوفه إنه ينسرق أو حدا يسرق له حلمه ومستقبله. الأسد. الأسد هو ملك الغابة. مخاوف الأسد إنه حدا يخونه. بيكره الخيانة وبحب هو يضل بالطليعة. أصلاً ما حدا بده يغلط مع الأسد. ميزان خوفه الأكبر أنه حدا يفكره بشع أو مش جذاب. إذا لقى شغلة بشعة فيه دغري بغيره. كتير بحب الجمال. تاني الدلو. الدلو ما بحب يكبر. بيعمل مستحيل لعطول يبين شاب بعقله أو بشكله. عطول up to date وبتحسه من جيلك. تالت السرطان. كلنا بنعرف أنه السرطان بس يحب. أكبر مخاوفه أنه حدا يكسر له قلبه. السرطان ما بيحب دغري بس إذا حبك مشكلة. العقرب. العقرب خوفه الأكبر أنه يكون ضعيف شخصياً. عطول بحب يبين أنه هو القوي، أنه ما فيك عليه. ما بحب العالم تشوفه أنه هو ضعيف أو شخصيته تكون ضعيفة. التاني العذراء. العذراء خوفه الأكبر ترتيب. أنا بأكد لك أنه العذراء مرتب وحياته مرتبة، بجن بالفوضى. التالت الثور. الثور بيكره المجهول. كلنا بنعرف انه الثور بخطط لها كل شي بيعمله. تتخيلوا الثور بال 2020؟ كيف صامت بال 2020؟ الحمل. الحمل خوفه الاكبر انه يفشل. الحمل كتير بيحب النجاح ويعمل شغلته على الاخر. معقول يكتئب اذا فشل. الكوس. الكوس خوفه الاكبر انه يخسر حدا بحبه. الكوس معروف بجنونه وتعلقه بالعالم. اذا فقد حدا بحبه بتكون نهاية عالمه. وآخر شي الجوزاء. الجوزاء مع كل شخصياته بيكره يكون وحده. ما بيحب يحس بالوحدة. غريب شوي